إذا كان السفر، إذا كان سفر المرأة أو البنت دون المدة المحددة شرعا فلا بأس به، إن كانت في الصحبة آمنة، يعني البنت بتخرج من البيت تروح الجامعة في المنصورة أو تروح يعني هي في المحلة بتروح المنصورة أو دون مسافة السفر أو دون ما يسميه العرف سفرا في الصحبة آمنة بين الناس فلا بأس بذلك. لكن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقام الرجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة يعني بدون محرم، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع امرأتك. فلا يحل للمرأة المؤمنة أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى وإن كان السفر الآن قد اختلف عن السفر من قبل، أن بعض الناس يحتج بأن الآن السفر بالطيارة، لا، من أدراك بأن حجم المخاطرة في الطائرة يعني قد يكون أكثر، حجم المخاطرة في الطائرة قد يكون أكثر. ثم نحن لا نعلل التشريع بالعقل، وإنما التشريع سمعنا وأطعنا، وفرانك ربنا وإليك المصير.